السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. حبينا ندير لكم تكملة فقط كيفية الإطعام بالأفانتيا، يعني إطعام الفراخ، الفراخ الصغيرة. الموضوع اللي درناه لكم سابقا هو فيما يخص الأفانتيا. تكلمنا لكم على الطريقة، ومتكلمنا لكمش على الوقت اللي يكون الإطعام فيه للفراخ. من أفضل خوتنا دائما تكون آلة الإطعام تكون حاجة بروفيسيونال كما راكم تشوفوا هكذا. من الأفضل تكون، إذا ما كانش تقدر من حتى من تريسيونينغ من عند الفارماسي تقدر تطعم بها عادي، ولكن من الأفضل الإنسان يكون حاجة بروفيسيونال، خاصة المقدمة لما تكون هكذا مقدمة كما نقولوا هنا طرية ما تضرش الفرخ تكون أفضل. الساعة اللي نتركوها ما بين الإطعام والإطعام هي بادئ الأمر، يعني تقريبا 10 أيام حتى 15 يوم، تقدم ساعتين في اليوم. يعني قد ما يكبر الفرخ تولي تكثر من ساعتين هذيك، نسوطيو 3 سوايع، ومن 3 سوايع نكملوا بها للفراخ تاعنا حتى الربع سوايع، حتى الربع سوايع. الحمد لله. اليوم رانا مع فراخ للإطعام، إطعام حاجة سهلة جدا. درجة النساء في البيت يقدر يطعم لك نورمال كما راكم تشوفوا خاوتنا. الله يكون الفيديو واضح هكذا يكون أوضح. وكاين مشاكل توقع فيها لما تكون طاعم في الفراخ، انه طيح في فرخ ميحلش فمو، وهذه صرات لنا من قبل، وهذاك الفرخ راح يتعبك شويه وللاسف. ولكن واش راح دير، لازم تكون معاه حتى تصوفي الفرخ تاعك. كما قلت لنا، كما ذكرنا خاوتنا، كل ساعتين طعم الفراخ تاعك افضل باش ما طيحهمش المشاكل والنظافه، ثم النظافه في الاطعام. كاينين الناس اللي طعم هكذا ما يجي يخلص وقت الاطعام هذاك، ما يجي يخلص الشهر هذاك اللي كان يطعم فيه، حتى تلقى الفراخ فزد لهم الريش تاعهم كامل. وللاسف بعد كل اطعام لازم لك تنظف في الفراخ تاعك، تنظفهم بيدك مباشره اذا امكن. واذا مش اذا قدرت، واذا ما قدرتش تقدر تستعمل منظف الاذن مع شويه ماء يكون دافي. كما قلت لكم الافانتيا دائما خاوتنا بريباريوها بالماء الدافي. بسم الله ما شاء الله. اللي طعم تارك الطعام وراك تشوف فيه، تشوف فيهم لازم تكون طعمتهم في 5، لانه مرات تطيح في الفرخ الخامس. الناس اللي متخدم البيض ما تنحيش للفماله، تطيح في البيضه الخامسه الفرخ يجي صغير وخاوتو يطلعوا فوقهم ما تقدرش تطعمه. لذلك لازم تتاكد باللي راك طعمتهم كامل. كما هذا رانا متاكدين منه، هذا رانا متاكدين منه، نزل هذا فقط. هذا رانا تأكدنا منه الحمد لله. هكذا ونظفوهم خفيف، ما تخليش الافانتيا تقيسلو الريش تاعو نهائيا، وما تخليهاش على المنقار تاعو. يعني نظف بعد كل اطعام نظف. هاي خاوتنا كيما راكم تشوفوا، لازم العش دائما يكون نظيف هكذا. تستعين بهذا الورق، من الافضل يكون الورق تاع المرحاض هذا، ورقه تاع المراحيض ينظفوا به. تستعمل الجير بزاف، وكل ما تطعموا تنحي وحده كيما رانا نشوفوا. هذه خماجت تنحيها وتخليه دائما في العش، تنظف له العش. ما تخليش الفضلة تاعو نهائيا تبقى في العش، باش ممكن
ممكن يتغذى منها وراح يضر روحه وراح تخسر حتى الفرخ تاعك. هذه هي بإذن الله. إن شاء الله هذا هو الموضوع تاعنا لليوم. نتمنى يكونوا خاوتنا استفادوا ولو بالشيء القليل. هذه هي، ربي يرزق كل مستهي، ربي يرزق خاوتنا كامل. هذه هي بإذن الله. إن شاء الله توقفوا عند هذا الحد، فإن أحسننا فمن الله وحده، ومن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.